اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من موضوع التطعيمات. هنتكلم المره دي على التطعيمات الاضافيه او خارج وزاره الصحه. انا عامر حسن، طبيب اطفال وقلب اطفال في مركز اسكندريه وطب الاطفال. اول تطعيم هنتكلم عنه تطعيم الروتا فيروس، وده انا مش هتكلم على اسامي او شركات تجاريه. هنقول انه في منه نوعين، نوع بيتاخد جرعتين ونوع بيتاخد 3 جرعات. نقدر نبتدي اول جرعه من عمر 6 اسابيع، والمفروض على الكلام القديم ان احنا نخلص قبل 8 شهور، مع ان الـ WHO منظمة الصحة العالمية قالت انه حاليا نقدر نمد السن ده لغاية سن 2. نرجع في دي للدكتور بتاعنا. تاني تطعيم، وده برضو منه نوعين، اسمه المكورات الرئوية. ده ميكروب مسؤول بنسبة كبيرة جدا عن وفيات الاطفال تحت 5 سنين. يعتبر هو والروتا مسؤولين عن 1/3 وفيات الاطفال. وهو تطعيم مهم جدا ان احنا نديه لاولادنا عشان نحميهم من 3 حاجات. الميكروب ده بيعمل التهاب رئوي والتهاب سحائي، هو كمان كمرض مش كميكروب، وبيعمل التهاب في الاذن الوسطى. لما باخد التطعيم بحمي اولادي منه. منه نوعين بيتاخدوا عند 2، 4، 6، وجرعه منشطه ما بين 1 لـ1.5 سنة. ممكن ارحل برضو خلي الدكتور هو اللي يحدد الجدول، لانه ممكن بدل ما اخد 2، 4، 6 اخد 3، 5، 7 حسب السن اللي انا رايح فيه للدكتور، وحسب الدكتور ما هو شايف، عشان ما يحصلش لخبطة ما بين التطعيمات الاضافية وتطعيمات وزارة الصحة. تمام؟ ادي كده تطعيمين، ودول التطعيمين اللي نقدر ناخدهم في السنة الاولى. في تطعيم جديد لسه نازل اللي كلنا سمعنا عنه، تطعيم الالتهاب السحائي المقترن الرباعي ACWY، وده نزل مصر بقاله 1 شهر تقريبا، ونقدر نديه من عمر قبل 1 سنة. برضو في منه نوعين، نوع بيتاخد 2 شهرين و4 شهور و1 سنة، ونوع بيتاخد 9 شهور و1 سنة. نرجع للدكتور، لو احنا بعد 1 سنة هناخد الجرعات ازاي؟ عفوا، طيب انا ابني بعد 1 سنة واخد التطعيمات دي كلها يا دكتور، في تطعيمات تانية اقدر اديها له بعد 1 سنة؟ في عندنا تطعيم الكبدي ألف، ده تطعيم بيتاخد من عمر 1 سنة لعمر 18 سنة، جرعتين ما بينهم من 6 شهور لغاية 3 أو 5 سنين حسب آخر مصادر ما قالت. طيب في تاني تطعيمات؟ في الجديري المائي، أقدر أخد جرعتين، واحدة من عمر 1 لـ1.5 سنة والتانية عند 4 سنين. ده اللي الـ WHO بتقوله، بس هي برضو بتقول انه حسب سن الطفل، ولو انا في منطقة موبوءة وفيها جديري كتير اقدر اخد جرعتين ما بينهم يا 3 لـ6 شهور، ولو انا اكبر من 13 سنة اخد جرعتين ما بينهم 1 شهر. تمام؟ طيب في حاجة تانية اقدر اخدها؟ في الانفلونزا الموسمية او الفيروسية، ده تطعيم بيتغير كل 1 سنة، ولو انا عايز اخده يبقى لازم اتأكد ان انا باخد التطعيم بتاع السنة دي، التطعيم الجديد، ما يكونش تطعيم متخزن وقديم موجود. ده ممكن اخده من عمر 6 شهور وملوش حد اعلى في السن، يمكن لغاية 60 سنة ممكن ياخده. تمام؟ طيب فاضل تطعيم كمان لسه جديد نازل برضو ما بقالوش 1 أو 2 سنة في مصر، ومش كل الناس سمعت عنه. التطعيم ده تطعيم اسمه تطعيم فيروس ورم الحليمي او الهيومن بابيلوما فيروس. التطعيم ده يستفيد منه الرجاله والستات، بس الستات اكتر، لانه هيحميهم بنسبه كبيره جدا جدا من سرطان عنق الرحم. برضو حسب سن البنت بناخد يا جرعتين يا 3. خلينا نقول مجازا لو احنا تحت 14 سنه من اول 9 لـ14 هناخد جرعتين، ولو احنا اكتر من 14 سنه من 15 سنه لغايه 25-26 سنة، اللي هو سن مش سن اطفال يعني، بس برضو ممكن ندي التطعيم، بندي 3 جرعات. نرجع لدكتورنا عشان نعرف سعر التطعيمات الاضافية والجرعات بتاعتها هتتاخد كل قد ايه. اتمنى اكون افدتكم، ولو حد عنده اي سؤال يشرفنا في صفحة المركز او في الصفحة عندي. اشوفكم على خير.